صباح الخير زميلة سمر، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون الوطني التلفزيون الأردني، صباح الخير على كل مستمعينا أيضا عبر هذا الأثير وعبر أيضا شاشة جوردن أمين تي في تلفزيون الأمن العام. مباشرة يعني راح نروحنا وياكم في أولى المحاور إلى غرفة عمليات إدارة السير المركزية، نستطلع واقع الحركة المرورية لإخواننا المستمعين والمشاهدين من خلال غرفة العمليات. الملازم موفق الخطوبة معنا من هناك. ملازم موفق صباح الخير. صباح الخير يا حازم بيك، وصباح الخير لجميع الاخوه المشاهدين وجميع الاخوه جميع الاخوه المستمعين. يحييك ملازم موفق، ابرز ملامح الحركه المروريه، ابرز الملاحظات التي تعاملتم معها لهذا الصباح. سيدي بدات الحركه نشطه منذ الصباح الباكر لهذا اليوم حتى هذه اللحظه، يعني الخطه المريه اللي تم منذ الفتره الصباحيه تدي ثمار للحركه اليوميه المعروفه عنا بامتصاص منطقه العاصمه بالكامل. الان سيدي الامور الحمد لله بدات تميل الى الاستقرار في جميع الشوارع الرئيسيه، ولكن سيدي هناك بعض المواقع لا زالت تتاثر بالحركه المريه ولكن انسيابيه باستمرار. من اهم المواقع عندنا الان منطقه السيل القادم من جهه الزرقاء لنقطه الالتقاء لاسفل جسر الملكه اللوب اللي بينزل من اسفل جسر الملكه باتجاه عمان، في ان هناك انسيابيه ونشاط مروري في الحركه المروريه منطقه شارع المحطه السيل القادم من جهه شارات المسخ باتجاه الداخل على جسر المحطة باتجاه منطقة وسط البلد، في عندنا نشاط مروري منطقة إشارات الديوان باتجاه الأعلى باتجاه شارع الأردن، في عندنا نشاط مروري. نعم. الشوارع الرئيسية سيدي المغذية لمنطقة شمال عمان السير القادم من جهة يجوز ومنطقة صرح الشهيد أيضا في عندنا نشاط مروري. منطقة العاصمة بالكامل باقي الشوارع الرئيسية في جميع منطقة الأقسام الغربية والشرقية والوسط أيضا في عندنا نشاط مروري في هذه اللحظة. الحمد لله رب العالمين، يعني العوائق اللي تعاملنا معها كانت في معظم اختلاف المواقع حوادث مرية كان عبارة عن أضرار مادية تم التعامل معها من قبل مجموعات وإنشاءات إدارة السير، أيضا المركبات معطلة في مختلف المواقع أثرت الحركة المرية وتم التعامل معها بسرعة الممكنة، ولغاية الآن الحمد لله رب العالمين لا شيء وإنسيابية باستمرار للحركة المرية. نعم سيدي. أشكرك جزيل الشكر الملازم موفق الخطبة من غرفة عمليات إدارة السير المركزية إلى غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، النقيب خالد أنسور معنا من هناك. نقيب خالد صباح الخير. الله صباحك بالخير يا سيدي. من خلالك أبرز ملامح الحركة المرورية على الطرق الخارجية. صباح سيدي، بصباح الخير عليكم جميع المستمعين إخوان المستمعين والمشاهدين أيضا زملائنا بالتلفزيون الأردني. حركة السير الآن ضمن المعدل الطبيعي، يعني بعد ما كانت حركة السير نشطة وقوية ما بين الساعة السادسة ولغاية الساعة الثامنة صباح هذا اليوم كانت نشطة وقوية بمنظمة الاختصاص بالكامل، وضع الطرق جيد بحمد الله رب العالمين. لكن أنا اختصار الوقت سيدي العزيز، في عنا أبرز مخالفات وبعض الملحوظات تم التعامل معها من قبل مجموعاتنا يوم أمس تستوجب حقيقة نحكيها ونوقف عندها شوي ونترك التعليق لإخوان المواطنين. سيدي العزيز، طريق القويرة يوم أمس يعني تم ضبط مركبة تسير من 110 إلى 224، بالأزرق أيضا يوم أمس تم ضبط تحت المركبات تسير من 80 إلى 201، يعني هاي السرعات الجنونية والقاتلة على الطرق الخارجية لازم نتعامل معها ونضبط مركبات ما بين الحين والآخر على الطرق الخارجية. احنا بنحب نحكي لأخوانا المواطنين وأخوانا سائقي المركبات، انت ماشي على هوا برعاية الله، ولكن لازم احنا نتقيد بقوانين السير ونمشي معنا حفاظا أول شيء على حياتك وحياة الموجودين معك وأيضا حياة المواطنين الآخرين المستخدمين للطرق الموجودين. دورياتنا راح تعمل يعني بكل ما أوتيت من إمكانيات لضبط جميع السرعات على طرق المملكة الخارجية والتعامل معها بكل جدية وحزم، وراح تكون هناك إجراءات إدارية بخصوص السرعات العالية، يعني مش راح توقف عن دفع المخالفة، راح يكون هناك أيضا إجراءات إدارية راح تتخذ بحيث تكون إن شاء الله أنها رادعة بحق سائقي المركبات اللي بيخالفوا القانون بشكل واضح وصريح. سيدي العزيز، الملحوظة الثانية بخصوص باصات المعتمرين، للأسف الشديد لازلنا نتعامل مع باصات معتمرين تتعطل على الطرق الخارجية وفي مناطق حقيقة يعني بتشكل معاناة على الركاب وركاب الحافلة. يوم أمس يعني إحدى باصات المعتمرين تعطل وكان للأسف الشديد سبب العطل هو نفاذ الوقود. أنا ما بعرف كيف حافلة بتطلع وبتقطع المسافات وبخلص منها الديزل بالرغم أنه في محطات وقود على الطرق الخارجية على طريق الصحراوي بشكل كامل، ولكن أنا بعتقد أنه السائق بحب يوفر، بقول لك انا بصل لحدود السعوديه الاراضي السعوديه وبعبي ديزل من هناك اوفر لي ما اعبي من هون، طبعا كله على حساب الركاب الموجودين معه. ايضا سيدي العزيز، بالرغم انه احنا بنقدم المساعده ما في عندنا اي اشكاليه، ولكن راح تدون هاي الملحوظه راح تتابع وراح يكون هناك ايضا اجراءات اداريه بحق سائقي الحافلات والشركات من خلال كتب ومخاطبات رسميه مع مديريه الامن العام مع الجهات المعنيه بحيث تكون هناك اجراءات رادعه
للحافلات اللي فعلا بيكون غير مؤهلة وما بيكون عندهم تقيد بالقوانين تبقد حافلاتهم قبل الانطلاق، خاصة لمسافات بعيدة مثل ديار المقدسة. كان في عنا طريق السواقة حادث تداول التريل أيضا مساء يوم أمس تقريبا الساعة 6 مساء، انقلاب لإحدى مركبات الشحن وكانت محملة حاوية سقطت في منتصف الشهر العام، أدى إلى إغلاق السير بشكل كامل باتجاه الجنوب. نعم. واستمر الإغلاق لأكثر من 4 ساعات لحين حضور ونش. طبعا دورياتنا كانت موجودة في الموقع، مجموعات البادي نشام البادي كانوا موجودين في الموقع من تحويلات مرورية، ولكن أيضا رسالتنا لإخواننا سواقين الشحن بغض النظر عن سبب الحادث، يعني أنت سايق سيارة كبيرة لازم تنتبه لمركبتك، تنتبه للطريق، تمشي على المسرب الأيسر دائما المسرب الأيمن من الطريق دائما وأبدا وباستمرار، وما تنشغل بأي شيء، وإذا كنت تعبان ومرهق ومش قادر تسوق وقف على البركات ريح حالك ومن ثم تابع مسيرك. سيدي العزيز بخصوص الملحظات اللي تم ذكرها أنا بترك التعليق لحضرتك ولأخواننا المستمعين والمشاهدين على هاي المخالفات اللي فعلا لازم يعني ننتهي منها ونحط لها حد، لأنها فعلا تشكل خطورة على حياة مستخدمي الطريق. نعم نعم، يعني أنا بدي أشكرك أيضا جزيل الشكر نقيب خالد نسور على هذه المعلومات وهذه الإضاءة المباشرة. تحياتنا إليك نقيب خالد نسور من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية. حقيقة الزميلة سمر يعني في هذا الصباح أكثر من محور تحدث عنه من خلال تقرير المرور لإدارة الدوريات الخارجية، محور السرعة وضبط سرعات عالية كانت بالأمس من 110 إلى 220، وهذه حقيقة سرعة عالية جدا تشكل خطورة واضحة على مستخدمي الطريق وعلى السائق نفسه. المحور الآخر وهو موضوع ظاهرة نفاذ الوقود لباصات المعتمرين، وهذا ما يشكله من تعب ومعاناة للمسافرين من المعتمرين القاصدين بيت الله الحرام والديار المقدسة. حقيقة هذين المحورين يعني أيضا يعني لا يقبل ولا بأي حال من الأحوال أنه نشامة إدارة الدوريات الخارجية أنهم يوقفوا وما يخالفوا مثل هذه مرتكبي هذه المخالفات، ولكن أيضا يتعدى المخالفة، لأنه من لما بنحكي إحنا عن سرعة 225 هذا ما بتكفي المخالفة حقيقة، هذا يعد نوع من أنواع الإرهاب على الطرقات ونوع من أنواع الجريمة التي ترتكب بحق السائقين ومستخدمي الطريق. رسالتنا الأمنية في هذا الصباح وأستنبطها من كلام سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة بالأمس أثناء زيارته لعجلون، عندما قال أنه في كل يوم يقوم وتقوم أجهزتنا الأمنية بعمليات تحمي الوطن وتحمي المواطن. ما أقوله هنا من خلال هذه العبارة ومن خلال هذه المقولة لجلالة القائد بأن هؤلاء النشامة يقومون دائما وأبدا في السهر على أمن الوطن والمواطن، فلهم إن شاء الله التوفيق والنجاح، وللمواطن العيش بأمن وأمان، فليتركوا لهؤلاء النشامة العمل بحرية وبدون الإعلان عن هذه العمليات. حقيقة يعني ما نود في هذا الصباح القول به بأن ندعو الله تعالى جلت قدرته بأن يحفظ أمننا ويحفظ بلدنا ووطننا، وأن يحفظ هؤلاء النشامة هؤلاء الفرسان من كل سوء، ودائما وأبدا أن يبقى الوطن قويا برجاله وبسواعده نشامة. كل التحية وكل التقدير لكم على هذا الربط المشترك، أعود إليكم مع كل الاحترام وكل